وتنضم إلينا الآن شبكة مراسلينا من مدينة بلباو الإسبانية، مراسلنا معاذ حامد، ومن ميلانو محمد غزو، ومن لندن زاهر عمرين، ومن برلين يمان شواف، ومن واشنطن ريما أبو حمدية، ومن عمان ليث لجبور، ومن الرباط كريم القرقوري، ومن القدس أمير الخطيب. أهلا بكم زملائي الكرام. أبدأ معك معاذ حامد من بلباو الإسبانية، وبدايات تفاؤل في تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، ولكن حالة الطوارئ تمدد لأسبوعين. لو تلخص لنا أهم تطورات المشهد. نعم، في الحقيقة بلغ عدد الوفيات طوال هذه الأزمة 15238 وفاة. الإصابات بلغت أكثر من 152,000، ووصلت أعداد حالات الشفاء 52,000، منهم 4500 خلال 24 ساعة الماضية. اليوم طبعا اجتمعت الحكومة داخل البرلمان مع البرلمان، وطلبت تمديد حالة الطوارئ من 11 من أبريل حتى 26 من أبريل، ولكن تم تخفيف بعض القيود التي تم فرضها خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك من خلال السماح لبعض الشركات بدءا من يوم الاثنين القادم أو الثلاثاء بدءا للعمل، يبدأون بالعمل من مجددا. سانشيز وهو رئيس الوزراء قال أن هذه الشركات التي سوف تعمل سوف نقوم بإعطاء التصاريح اللازمة لها، وذلك من أجل إنعاش عملية الاقتصاد التي تمر بأزمة صعبة جدا داخل إسبانيا. إذن هنالك آمال نوعا ما مبشرة بالخير. سانشيز يقول أنه بعد 26 من أبريل سيبدأ الإسبان بالعودة نوعا ما تدريجا إلى الحياة التي لن تكون حياة طبيعية. بالطبع هو قال لن تعود الحياة كما كانت سابقا إلا بوجود المصل، أي الدواء الخاص بكورونا فيروس، وجميعنا نعلم أنه حتى الآن لا يوجد أي عملية اختراع لهذا الدواء. إشارات تفاؤل أيضا نلحظها في الجارة إيطاليا. محمد غزو رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يبشر بتخفيف إجراءات مكافحة كورونا، ما المعطيات التي يستند إليها؟ نعم، المعطيات هي معطيات اقتصادية في الدرجة الأولى. الاقتصاد الإيطالي تضرر كثيرا، هناك تهديد كبير لتسريح آلاف أو مئات الآلاف من العمال، هناك ضغوط اقتصادية حقيقية على إيطاليا. لا يمكن لإيطاليا الاستمرار بهذا التعطيل والإيقاف والإغلاق العام في مؤسسات الدولة. القطاع الاقتصادي الخاص هنا في إيطاليا هو قطاع كبير يدفع ضرائب للدولة، فيه عدد كبير من الموظفين. لا يمكن للدولة أيضا أن تدفع لعدد كبير من العاطلين عن العمل في منازلهم إلى 6 أشهر الإعانات والبطالة دون إنتاج ودون وجود وارد لخزينة الدولة من الضرائب. هذا في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية هناك خذلان من قبل الاتحاد الأوروبي لإيطاليا. إيطاليا لديها خط أحمر لن نقترض من صندوق الإنقاذ، صندوق إنقاذ الدول. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي مصمم على أن الحل الوحيد لمشكلة إيطاليا وإسبانيا هي الاقتراض من صندوق الدول، تقديم هذه المساعدات بفائدة قليلة جدا، ومن ثم إعادة هذه الأموال بشكل تدريجي بناء على اتفاقية بين الطرفين. لكن إيطاليا رأت في أن هذا السلوب أو هذا السلوك أو هذا الاتجاه بعيد عن روح الاتحاد الأوروبي، بعيد عن أهداف الاتحاد الأوروبي، بعيد عن طبيعة الأزمة الموجودة حاليا. الآن قبل قليل صدرت الأرقام، لو سمحت لي بالحديث عن الأرقام. اليوم الأرقام وصلت إلى 4204 إصابات، إذن الإجمالي 143,626 إصابة في إيطاليا. إذن لا يوجد استقرار
لو تحدثنا بشكل دقيق، لا يوجد استقرار في أعداد الإصابات هنا في إيطاليا، يوم 3000، اليوم الآخر في ارتفاع، يوم في نزول، كما شبهها بوريلي رئيس وحدة الحماية الصحية. إيطاليا أصبح فيها أعداد الإصابات مثل البورصة. هذا الوضع من عدم التنبؤ على ما يبدو بأنه سيربك حكومة كونتي، سيربك القطاعات الاقتصادية. حتى العودة في بداية أيار مايو غير واضحة النتائج وغير مضمونة النتائج. هذه العودة على أي أساس سيكون في ظل هذه الأرقام وفي ظل هذا التزايد؟ إذن الوضع دعينا نقول متقلب، غير مستقر في إيطاليا. هناك مناورات على جميع الجهات، على الجانب الاقتصادي، على الجانب الصحي، على الجانب السياسي. إليك. نعم، ابقى معنا محمد غزو. يماني الشواف الآن في ألمانيا، ومع بدايات التفاؤل الرسمي الإسباني والإيطالي، يعني أطلقت المستشارة الألمانية ميركل تصريحات تقول فيها بأن هناك توقعات بالاتجاه نحو ما سمته بالضبط منحنى مسطح لمعدل الإصابات. ماذا يعني ذلك؟ نعم، ما قالته حقيقة المستشارة ميركل أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه بالنسبة للإجراءات المتخذة من تقييد للحركة والتباعد الاجتماعي. وما أكدته أيضا في كلمتها أنها لن تتخذ المزيد من الإجراءات، ولن يكون هناك تخفيف على الأقل في الوقت الراهن حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأربعاء، حيث ستجتمع ميركل وحكومات الأقاليم ومن ثم الولايات، ومن ثم ستقرر الحكومة إذا كان هناك استمرار في الإجراءات المتخذة الحالية أو ربما تخفيف. هناك مؤشرات من خلال تصريح وزير الصحة الألماني وبعض المسؤولين الألمانيين اليوم أنه ربما تشهد هذه الإجراءات الحالية نهاية الأسبوع المقبل تخفيف لبعض الإجراءات والقيود. أيضا هناك حديث على أن المستشارة تتحدث عن خطة اقتصادية ثانية، ليس فقط لدعم الشركات والمؤسسات والاقتصاد الألماني، بل أيضا تحدثت عن ضرورة توحيد الجهود الأوروبية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة التبعات الاقتصادية التي خلفها كورونا، وقالت أن شددت على ضرورة أن يكون هذا التضامن موحد، أن تكون هذه الجهود موحدة للتخفيف من الأعباء التي فرضها هذا الفيروس، سواء على الناس، سواء على الاقتصاد، على الحياة العامة، غير كل شيء في كل المدن. طيب، الآن إلى لندن. زاهر عمرين، حصاد وفيات يقترب من 1000 يوميا، يعني تقريبا في بريطانيا، ما مستوى القلق الذي يثيره هذا الرقم؟ على مستوى الشارع فرح، هنالك قلق منذ بدء هذا الوباء، لكن على مستوى الطبقة السياسية وعلى مستوى خبراء الصحة ما يزالون أقل قلقا ربما من يعني المجتمع أو من الشعب هنا، لأنهم يقولون أن هذه الأرقام متوقعة، هذه الذروة كان مخطط لها أو كانت معروفة بالنسبة إلينا. التطورات التي يسلكها الوباء بهذا الاتجاه، بأن يبلغ هذا العدد من الوفيات يوميا، كان يعني بالحسبان بالنسبة إلينا. لكنهم أيضا يقولون أن التباعد الاجتماعي والحجر الصحي المفروض أو حالة الطوارئ الصحية المفروضة تؤتي أكلها، ما يعني أنهم لا يعني هذا عفوا أنهم سيرفعون الحجر الصحي أو الطوارئ قريبا، لكن يعني بالدرجة الأولى أنها ستستمر لفترة يعني ربما ممتدة إلى نهاية هذا الشهر. تم نقاش حالة الحجر الصحي وحالة الطوارئ في الاجتماع الذي ترأسه دومينيك راب اليوم وزير الخارجية بالنيابة عن جونسون الموجود ورائي طبعا في هذا المستشفى في العناية المركزة. قال بأننا أبعد ما يكون حاليا عن النظر في إمكانية يعني تأجيل أو تقريب بالأحرى موعد رفع الحجر الصحي أو بالأحرى حالة الطوارئ الصحية، ولكنهم في ذات الوقت يقولون بأن الناس يجب أن تبقى في بيوتها، وهي الطريقة الوحيدة من أجل محاصرة المرض، وكلما التزم الناس بهذه الإجراءات كلما قل يعني قصر موعد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد. لكن
في ذات الوقت وفيما يتعلق بحالة بوريس جونسون لا أنباء كثيرة. دومينيك راب كان تحدث عن أنه يخطو خطوات جيدة نحو الشفاء، بدأ يتحدث مع من حوله ويتمتع بروح إيجابية، لم يتلقى أي دواء تجريبي طبعا من أجل الفيروس، وأيضا لكنه في ذات الوقت قال بأننا لا نتحدث معه. أنا شخصيا نقلا عن دومينيك راب قال أنا لم أتحدث معه، لا نشركه في صناعة القرار، نريده فقط أن يكون يعني مركزا على حالته الصحية وعلى يعني ضرورة أن يرتاح بما فيه الكفاية، وأنه يمتلك دومينيك راب أي الصلاحية اللازمة لاتخاذ أي قرار تحتاج إليه الحكومة في هذه الفترة. لكن بالعموم تبدو الطبقة السياسية الصحية في بريطانيا فرح، أو على الأقل هذا ما يظهر للمشاهد الخارجي، أنها مسيطرة على الوضع حتى الآن. ابقى معنا زاهد، سأنتقل إلى ريما أبو حمدية من واشنطن. ريما، أمريكا تتصدر بأرقام مخيفة من حيث عدد الوفيات، ما أهم ما دونتيه عن آخر فصول المعركة هناك؟ نعم، هي معركة متواصلة خاصة مع هذا الخلاف السياسي الذي بدأ يبرز أكثر وأكثر في واشنطن. الأرقام ما زالت على ارتفاع، الإصابات بالآلاف يوميا أو بعشرات الآلاف يوميا، والوفيات بالآلاف يمكن أن نقول الآن، أكثر من 1000 تسجل يوميا لتصبح الولايات المتحدة الثالثة عالميا بعدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. هذا في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع الأمريكي في خلافات ما بين الإدارة الأمريكية التي كما يقول أو كما تظهر المعلومات الاستخباراتية تجاه على ما يبدو المعلومات الاستخباراتية التي أشارت إلى تفشي فيروس كورونا في الصين، وثم بعد ذلك المعلومات الاستخباراتية أو المذكرة التي أرسلها المستشار التجاري لترامب إلى الإدارة الأمريكية إلى الرئيس الأمريكي، والتي يحذر فيها من تداعيات تفشي الفيروس في الولايات المتحدة ليس فقط على الأرواح، والتي قال إنه يمكن أن يصاب الملايين من الأمريكيين بهذا الفيروس، وإنما أيضا على الأعمال وعلى الاقتصاد. والآن هذا واضح أصبح بشكل أكثر وأكثر. الأسبوع الماضي 6.6 مليون أمريكي فصلوا من أعمالهم، أصبحوا عاطلين عن العمل، ترتفع البطالة بشكل كبير، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليون مع نهاية هذا الشهر. كل المحاولات الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد ما زالت تواجه تحديات كثيرة. 2.2 تريليون دولار ضخت في الاقتصاد الأمريكي، ولكن صرف هذه الأموال وإيصالها إلى الأعمال الصغيرة وإلى المحتاجين من الأمريكيين ما زالت تواجه تحديات كثيرة. 250 مليار دولار إضافية يحاول ترامب تمريرها الآن للأعمال الصغيرة تواجه عراقيل في الكونغرس. مجلس النواب في عطلة، مجلس الشيوخ معظم الأعضاء المجلس الشيوخ في العطلة وخارج واشنطن، وبالتالي لا يمكن التصويت على مثل هذه القرارات بالسرعة اللازمة. ولكن أيضا الديمقراطيون يرفضون أن يتم إقرار 250 مليار دولار للأعمال الصغيرة دون صرف 100 مليار أخرى للمستشفيات و150 مليار أخرى للصرف على منشآت أخرى. وبالتالي هذه الخلافات في واشنطن أصبحت تؤثر بشكل كبير كما يقول خبراء على جهود الولايات المتحدة لمكافحة تفشي الفيروس، الذي أصبح يؤثر أكثر وأكثر ليس فقط على أرواح الأمريكيين بالنسبة لجهة الإصابات والوفيات، وإنما أيضا على الاقتصاد الأمريكي وبشكل كبير. طيب، سأنتقل الآن إلى الجزء العربي من العالم، وتحديدا وبداية من عمان مع ليت الجبور. ليث، حضر تجول شامل في الأردن ليومين، لماذا ليومين؟ لماذا في عطلة نهاية الأسبوع؟ ولماذا أيضا ما زالت يعني السيطرة موجودة على معدلات الإصابة، أليس كذلك؟
نعم بالفعل فرح، دعيني أشير في البداية لأنه اليوم تم تسجيل 13 إصابة جديدة وحالة وفاة لرجل 70، ليترتفع الإصابات إلى 395 إصابة. جميع هذه الإصابات حالته مستقرة كما أكد وزير الصحة في إجازة صحفي اليوم، لكن يعني 5 إلى 6 حالات لربما توصف حالتهم بالمتوسطة إلى السيئة. الوضع الطبي والصحي مطمئن، هكذا قال وزير الصحة للأردنيين عندما قال أنه حتى هذه اللحظة ما زالت المملكة تسيطر على الوباء وما زالت الأرقام تشهد يعني نوعا ما انخفاضا في عدد الإصابات مقارنة بالأيام الماضية، خاصة مدينة إربد شمال المملكة. هذا اليوم 5 على التوالي لم تسجل أي إصابة، وهي المدينة التي عزلت قبل 3 أسابيع من قبل الجيش الأردني بعد أن صنفتها لجنة الأوبئة بأنها بؤرة ساخنة. بما يخص سؤالك، نعم تم الإعلان عن حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة القادمة، ستبدأ منتصف هذه ليلة وستنتهي منتصف ليلة السبت القادم. هذه يعني هذه الخطوة جاءت كما قالت وزارة الصحة لإفساح المجال للكوادر الطبية لتقوم بزيارة المناطق التي تصنف بأنها مناطق موبوءة أو تصنف بأنها مناطق ساخنة، لذلك هذا سيتيح المجال أكثر للجنة الأوبئة للتقصي والبحث عن كان هناك إصابات أو أي مخالطين لمصابين بفيروس كورونا. بعد 48 ساعة سيعود الوضع كما هو عليه الآن، حظر جزئي يسمح للمواطن بالخروج منذ الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء بالتوقيت المحلي. إلى الرباط الآن وكريم القرقوري. كريم، ماذا بعد قرار السلطات الصحية المغربية الآن باعتماد علاج كلوروكوين لعلاج المصابين بكورونا؟ هل هناك رهانات على هذا الخيار في مواجهة الوباء؟ نعم، قبل ذلك لو سمحتي فرح، تعقد السلطات الصحية في هذه الأثناء ندوة صحفية استهلها مديرية الأوبئة والأمراض المعدية محمد اليوبي بالإعلان عن جديد عدد الأرقام، أرقام المصابين بفيروس كوفيد 19، حيث ارتفع العدد إلى 1374، حيث تم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا. تقول وزارة الصحة على أن 85 من هؤلاء المصابون يعني وضعهم الصحي مستقر، في حين أن 15% منهم يوجد في وضعية صعبة. تم تسجيل أيضا 4 حالات وفاة، ليرتفع عدد المتوفين إلى حدود هذه الدقائق إلى 97. كما تم تسجيل 12 حالة التعافي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 109 كما وصلنا اللحظة. جوابا على سؤالك فرح، نعم اليوم تم تعميم منح دواء كلوروكين للمشتبه بإصابتهم بوباء كورونا أو أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض وباء كورونا، تم منحهم هذا الدواء بعدما ما سجلت السلطات الصحية تدهور صحة الأشخاص الذين لم تكشف المختبرات الثلاث في المغرب عن النتائج النهائية للتحاليل التي أجريت عليهم، لأن هناك تأخر بالنظر إلى العدد الكبير للمخالطين الذي بات الآن حتى حدود هذه الدقائق. تقول وزارة الصحة بأنه يقارب 10,000 شخص خالط 1374 شخص ثبتت إصابته بوباء كورونا. إذن كلوروكين يتم تعميمها اليوم، تم منح هذا البروتوكول للمرضى بمختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية. يأتي هذا في وقت تعلن فيه السلطات الصحية المغربية بأنه غدا سيعلن عن الانتهاء من تركيب مستشفى ميداني تم إنشاؤه بمدينة الدار البيضاء، يتسع ل 700 سرير، ينضاف إلى مستشفى آخر بمدينة النواصر بجهة الدار البيضاء ومستشفى آخر بمدينة بن سليمان، وتعميم عدد من المستشفيات الميدانية كما قلنا في وقت سابق. السلطات الصحية والعامة المغربية تتنبأ بالأسوأ، عدد المصابين سيرتفع، وتناشد من جديد المواطنين بالمكوث بمنازلهم تفاديا
للكارثة اللي سمح الله قد يعيشها المغرب. طيب، إلى أمير الخطيب من القدس أخيرا وليس آخرا، ولا إصابات في فلسطين أمير الخطيب الحمد لله اليوم ودائما. ماذا عن آخر الأخبار في القدس المحتلة وكذلك تزايد عدد الإصابات والوفيات في إسرائيل؟ نعم فرح، قد يكون هو العنوان الأبرز عدم تسجيل إصابات في الجانب الفلسطيني، ولكن مع ذلك كانت هنالك تصريحات نود أن نشير إليها لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، الذي قال إن القيادة الفلسطينية تواجه هذه الأزمة بظروف غير طبيعية، ظروف غير طبيعية أبرزها الاحتلال وانتهاكات الاحتلال، الاحتلال الذي بحد ذاته لا يعرف كيف يواجه الأزمة داخل الخط الأخضر أو في المناطق داخل الخط الأخضر. فحتى بعد تسجيل 9755 إصابة و79 حالة وفاة، ما تزال هناك أزمات داخلية في الحكومة الإسرائيلية لإدارة هذه الأزمة، ما بين المستوى السياسي من جانب والمستوى الأمن العسكري من جانب آخر. في هذه اللحظات تنعقد لجنة وزارية ليتم إقرار ما هي الخطوات الآتية في كل ما يخص الحجر العام أو التقييدات المشددة على حرية وحركة التنقل. وزارة الصحة الإسرائيلية تدفع نحو تمديد الحجر العام حتى أسبوع إضافي، أي حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي، بينما وزارة الدفاع ونفتالي بنت وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض هذه الفكرة وينادي بأن تتولى وزارته هذه الأزمة وتدير هذه الأزمة. إحدى المقالات الصحفية التي صدرت هذا النهار تحدثت عن أنه يعني بدون جيش لا انتصارات حتى على كورونا في إسرائيل، وهذا العنوان قد يصف ربما الوضع القائم. إذن منذ بداية من صباح الغد الجمعة سوف ينتهي الحجر العام، سوف يتم السماح بالتنقل ما بين المناطق والمدن داخل الخط الأخضر، هذا إذا ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراء لتمديد الحجر العام داخل الخط الأخضر. شكرا جزيلا لك أمير الخطيب من القدس، وأشكر أيضا شبكة مراسلين من مدينة بلباو الإسبانية معاذ حامد، ومن ميلانو محمد غزو، ومن لندن زاهر عمرين، ومن واشنطن ريما أبو حمدي، ومن برلين يمان الشواف، ومن عمان ليت جبور، ومن الرباط كريم القرقوري. شكرا جزيلا لكم.